السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله انا جايبه لكم فيديو عن ازاي ننظف الغسالة الفوق اوتوماتيك توشيبا، ننظف الحوض بتاعها من الرواسب اللي بتبقى فيها. طبعا انتوا عارفين ان اي غسالة المفروض بيتعمل لها دورة خل كل فترة عشان المسحوق بيعمل ترسبات بتبوظ الغسالة مع الوقت. دي غسالتي توشيبا فوق اوتوماتيك 10 كيلو، هي ما شاء الله عليها حلوة، ويعني أنا يعني بصراحة ما شفتش فيها عيوب. هي بقالها عندي 3 سنين، فربنا يستر بعد كده تفضل ماشية زي ما هي. يعني بتاخد ما شاء الله كمية كبيرة. هي يا جماعة ما شاء الله الحوض بتاعها من جوه اهو، بتاخد 10 كيلو. بحط فيها كمية كبيرة من الهدوم، وطبعا انتوا عارفين اللي من فوق اوتوماتيك بيبقى فيها ميزة. انا عندي اللي هي الغسالة الاوتوماتيك العادية اللي هي الباب بتاعها من قدام، بس انا يعني وجبت دي معاها ليه؟ لان دي فيها مميزات مش موجودة في التانية. اول ميزة ان انت لو بتغسلي مثلا ونسيتي حاجة مش حطيتيها، بتفتحي الباب وتحطيها عادي وهي شغالة. تاني ميزة انها بتاخد، طبعا كلنا عارفينها الميزة اللي كلنا بنحبها وبنفضلها طبعا، اللي هي المسحوق العادي. ديكي مسحوقها التانية اللي هي من قدام اوتوماتيك، الباب بتاعها من قدام، مسحوق بتاعها غالي زي ما انتوا عارفين. فديت المسحوق بتاعها عادي، اي مسحوق هتحطيه فيها واي اضافات هتحطيها فيها. هي شكلها بالشكل ده ال10 كيلو. دي الزراير بتاعتها، طبعا انتوا عارفين ان فيها وصلتين ميه من ورا، واحد دي اللي وصله الميه البارده ودي وصله الميه السخنه، بس انا مش عامله ميه سخنه فيها بصراحه. لما بحتاج اغسل بميه سخنه بغسل في التانيه اللي هي اوتوماتيك من قدام. النهارده هنشوف ازاي ننظفها وازاي نعمل لها دوره خل عشان نحافظ عليها. اول حاجه بفتحها كده قدامكم اهو، زي ما انتوا شايفين يا جماعه. بصوا عندك دوت، ده دي علبه المسحوق. انا من يوم ما جبت الغساله وانا ركناها مش بستعملها، ما بحطش الاريا اللي فيها المسحوق اللي هغسل بيه فيها، انا بدلقه على الغساله على طول، بحب ادلقه على الغساله على طول. ودي ده درج الاضافات اهو زي ما انتوا شايفين، درج الدوني مثلا لو تحطي دوني او زهره او اي حاجه. وديت مخارج الميه، مخارج الميه اللي بتخرج الميه. ودوت طبعا ده اهم حاجه عاوزه اوريه لكم اهو، اهو ده الفلتر، ده بيشيل اي شوائب في الهدوم او الغسيل بتاعك. ده هوريكم بتنظف ازاي دلوقتي، بصوا معايا. طبعا احنا انا خلعته، هوريكم بنضفه ازاي وبعدين هوريكم قدامكم اهو. دوت بتيجي تشيلي بعد اي غسله، انا منظفاه بعد كل غسله بنضفه. بعد كل غسله بتيجي تخرجي الهدوم من الغساله، بتفك دوت تلاقي فيه هنا زي وبر كده او حاجات من الهدوم بتشيليها وبتنضفيها. وانا دايما بعد يعني بنضفه بايدي كده، بشيل الوبر ده بايدي، وكل فتره كل كام غسله عامله فرشه اسنان اهيت للغساله. طبعا دي فرشه اسنان قديمه عاملاها الغساله، بس بنضف بها الفلتر كده زي ما انتم شايفين تحت حنفيه في الحمام، واخده انضفه كده خلاص. والفرشه برضو بستعملها في حاجات تانية في الغساله. بصوا يا جماعه معايا الفلتر اهوت، ده في سهم اهو، علامه السهم لو انتوا شايفينه، بركبه كده يتركب كده اهو، تيجي تفكيه تفكيه كده برضو ماشي اهو. نيجي نركبه بقى، نركبه ازاي؟ تمسكيه من الجزء اللي فوق وتحط اهو في الغساله كده، بس اجي افكه بفك بضغط على دي كده بيروح طالع معايا عادي على طول. ماشي يا جماعه؟ طيب هنشوف بقى ازاي هنعمل دوره الخل للغساله. وطبعا ده كل ما تيجي تعملي دوره خل بيبقى معايا فوطه ومعايا الفرشه عشان انضف الحاجات الاماكن اللي ما تعرفيش تنضفيها مثلا بفوطه او حاجه، بعملها بالفرشه. وتمسحي بالميه والخل، بتمسحي الغطا الغساله من بره، بيديله لمعه حلوه. الفيشة حطيناها التكة كده، نضغط على المفتاح ده زي ما انتوا عارفين احنا بنستعمل دول لما نيجي نغسل. طيب دورة تنظيف الحوض هعملها ازاي؟ في عندنا هنا مفتاح مكتوب عليه دورة، بعد ما اشغل الغسالة هضغط على مفتاح الدورة اهو، كل ما تضغطي هيمشي الناحية دي اهو لحد ما توصلي لتنظيف الحوض، تفضلي تضغطي لغايه ما توصلي لتنظيف الحوض، وبعدين اروح ضغطه ستارت اهو.
هيبدأ لي دورة تنظيف حوض الغسالة. بتكون معايا إزازة خل كاملة أنا جايبها اهوت. بتعملي الدورة ديت، الدورة ديت المفروض نعملها يعني مش هقول كل شهر، كل شهرين بتعمليها عشان تحافظي على الغسالة. دورة الخل يعني أهميتها في إنها بتشيل الترسبات اللي هي شايفين إحنا في فتحات هنا هي والخروم في الغسالة، بواقي المسحوق ممكن تدخل جوه تعملي الترسبات. فالخل صراحة بينظف ده كله. اهي الميه نزلت، فابدأ اشوف زي ما انتم شايفين الخل اهو، افتح الدرج ده كده اهو يا جماعه. واثناء ما الغساله شغاله بيبقى معايا فوطه كده زي دي زي ما انتم شايفين، فوطه بروح هبلها ميه بخل كده وابدا امسح الغساله من هنا. انتوا عارفين ان الخل طبعا مطهر حلو جدا معقم. وابدا امسح برضو من بره من هنا كده. بيدي لمعه حلوه جدا الخل. وبالفرشه، فرشة بقى بجيب الأماكن اللي هي جوه دي. طبعا انتوا عارفين ان دورة الخل الناس اللي عندها غسالة طبعا معظمنا دلوقتي عنده اللي هو فرشة سيراميك زي دي كده، ما يعني اثناء الغساله بتملى ميه الغسيل العادي ما بيبقاش بالشكل ده اولا. لا يعني بتملى الغساله لحد الاخر لحد ما تتملي في الغسيل، انما في دوره الخل بتملى جزء وتبدا تشتغل شويه تغسل شويه، وبعد مستوى الميه يعلى شويه وتملى تاني ميه، ولما مستوى الميه يعلى شويه تبدا تغسل تاني زي ما انتم شايفين. يعني كل ما مستوى الميه يعلى مثلا شويه 3 4 سم تغسل الغساله. ده كله عشان تنظف زي ما قلت لكم الثقوب بتاعه الغساله من ترسبات المسحوق خلاص. وطبعا انت لما تعملي دوره خل للغساله هتطولي عمرها وهتديكي نتيجه احسن في الغسيل. زي ما انتم شايفين مده دوره الخل كانت 65 دقيقه. احنا طبعا بعد ما نظفناها ووريتكم الفلتر بيتفك ويتنضف ازاي، هنغطيها وهنسيب الغساله تشتغل لوحدها. الميه وهوريكم كمان شويه الميه عليت لحد فين. الميه بكل يعني بعد 5 دقائق هتعلى لحد هنا، وبعدين لحد هنا لغايه ما تملى الغساله خالص، بحيث ان الغساله كلها تتغسل. وان شاء الله لما دوره الخل تقرب تخلص انا هوريها اهو. بصوا يا جماعه اهو غسلت حوالي دقيقتين وبدات تملى ميه تاني في دوره الخل. يعني شويه وهتروح غسله تاني وبعدين تفصل وتملى ميه وهكذا لحد ما الغساله تتملي، بحيث ان الخل يطول كل جزء في الغساله. هما مصممين دوره الخل على الاساس ده خلاص. بعد ما الغساله تخلص ان شاء الله هرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا جماعه. بعد الغساله ما دلوقتي اتملت على اخرها اهيت، الميه وصلت المستوى الاخير في الغساله. هتفضل بقى تغسل. التايمر وصل لحد 46. ال 46 دول الدقيقه دول هيبقى غسل بقى للغساله كلها، كل جزء فيها بالخل. ودوره الخل على فكره يا جماعه مفيده جدا زي ما قلت لكم، يعني اخركم شهرين او ثلاثه ما تكسلوش تعملوها عشان تحافظوا على الغساله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي عجب الفيديو يعملوا لايك واشتراك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.